رسالة موجهة لي من مجموعة نايل وبن حرمل بالإشارة إلى الموضوع على أنا أحب أن أؤكد لسموكم بأننا جاهزين في أي وقت إلى أوامركم السامية للتبرع عينيا وماليا وبأسرع وقت إن شاء الله، وهذا واجب علينا وما نقوم به قليل لصالح دولتنا، وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير. أريد أقول أن هاي النوعية من عيالنا، من عيال زايد، من عيال بلادي، بيض الله ويوكم ومشكورين، والله يكثر من أمثالكم يا بن نايل وانت بن حرمل، وانتوا قدوة لأخوانكم وهلكم هني. مشكورين يا عيالي.